دي امثله موجوده معانا لحالات احنا طالبين هنا، مثلا لحاله طالبين لها اكس راي عاديه بيصورها لك في الاي بي وفي اللاترال، بعد كده دخل على السي تي وبيقول لك هنا ان السي تي ديت بتبقى بيتر ان هي بتشوف العظم او الارتيكولار سيرفيس. السي تي ده مثال، ده اكس راي ودي سي تي بتشوف الارتيكولار سيرفيس. هنا كان باين ان هو الارتيكولار سيرفيس كويس، هنا لما شفنا الارتيكولار سيرفيس طبعا متدغدغ خالص. في حاجه جديده اسمها 3 دي سي تي، دي بيتر فور ريكونستراكشن، بص الدنيا مرسومه قدامك كانك شايف العظمه مفتوحه. الام ار اي انا بطلبها لو في سوفت تيشو، الام ار اي في حاجه اسمها تي 1 وتي 2، تي 2 دي بيكون فيها الووتر ابيض، الووتر وايت ده المميز فيها. تي 2 ديت اللي احنا بنبص عليها عاده، بنبص فيها على الاناتومي، وتي 1 بنبص فيها على الباثولوجي زي الحاجات بتاعه التيومر والانفكشن. الجديد دلوقتي اللي احنا بنستخدمه الالترا ساوند، الالترا ساوند ده بيعبر عن السوفت تيشو اكتر ويبين البون كلاين ابيض. احنا بنستخدم فيه بروب، وفيه بروب سوبرفيشال وبروب ديب، احنا بنستخدمه عشان الجوينتس وان بتوين الجوينتس اللي هي البون فراكشر. دي حاجه نيو ترند وهنعمل لها كورسات لوحدها هنكمل فيها.